جاه نقل من وظيفته في القصيم إلى حفر الباطن على بداية نشأة حفرة الباطن، وشال قشه وشال عفشه وشال أغراضه مرة واحدة وراح يبي حفر الباطن. راح قبل الدوام بيومين، كان المفروض يباشر مثل ما تقول يوم السبت، استأذن يوم الأربعاء والخميس علشان يدور له بيت. زابر عفشه في هالونيت، حاط طبق فوق لعياله وتحت أغراضه في ونيت هنقلين على إشراع. يا هل الموتر اللي عليه إشراع، إشراع. أسلم. وجاك الحفر الباطن، يوم دخل حفر الباطن قام يدور على بيت. النظام أول ما فيه يعني البيوت كنت تسأل هل الحارات ولا تسأل شباب ولا هل دكاكين، فقام يدور من الفجر إلى المغرب أو قبل المغرب شوي ما لقى بيت، وعياله منثرين في هالسيارة وحالتهم حالة. ويجي عند هاك المسجد ويصلي فيه، يوم شاف هاك الرجال متوسم في خير قال فلان قال ما في حارتكم بيت إلا الأجار، أنا منقول من القصيم الحفر الباطن وأبي أسكن في هالحارة. قال أنت شكلك جاي من بعيد، قلط عيالك عند عيالي وقلط القهوة عندي، أنا قهوة الرجاجيل كلهم عندي عقب المغرب كل يوم. قال والله إنها موافقة، ويلبق الونيت وينزلونها العيال كلهم وهو يقلط عنده، أثر عنده قهوة. هذا طال عمرك اسمه العاصي الماصي الشمري اللي قلط الحربي، اقلطوا على الشبة ولا شبة دائمة. يسولفون العاصي دخل ما ادري ايش بيجيب، قام هذا سأل الشيبان يا الربع مني خبر بيت للأجار في هالحارات اللي انتم فيها. يتلافتون انت خابر ما انت مخابر، ما حد رد عليه. قال والله ما هو، لكن يجيب الله خير لعلك تدور في الحارة الفلانية. انفض المجلس وهذا مصلي العشاء وهم هذين راح يصلون العشاء ورجع عنده. قال له العاصي، اذر العاصي يوم يروح لهنية، قال له انا بيتي شعبي بس فيه اربع غرف متطرفة في الحوش، والله لا احتاجها ولا بيها، ورحنا ونظفناها انا وعيالي ورتبناها لك، نزل عفشك واسكن فيها، ويا مرحبا بجيرتك ويا مرحبا فيك علي لافي، والله اني ادور الاخو. وهذه طال عمرك مستأجرة وخالصة أغريفات، أثره رايح ينظفها ويرتبها مع عياله وفارشها بسط وما بسط. وشف ترى لها باب خارجي على الشارع ولها كلها، ولا أبي منك شيء، أبي جيرتك. ولا والله تغيم مشتهي الأمر هذا تعبان حالته داخل تغيم الحربي عشان ما أنسى. قال والله الله يجزاك خير. وهو من قريب يقرب هالونيت وينزل أغراضه كله، ولا والله شيء مرتب على وقته يعتبر ممتاز، وعياله يجون. صار سبحان الله جلستهم واحدة، لقمتهم واحدة، طلعتهم من الدواب من 3 سنوات إلى سنة ما تقل عن سنة اللي سكن معه. العاصي جاه تقاعد وانتقل إلى عمله شمال خطة، انتقل إلى ديرته شمال خطة في حايل، وقال ترى البيت كله تحت أمرك الحين، استلمه أنت يوم الغنى. هذا سكن في البيت قعد فيه كم سنة، ثم سبحان الله جاه نقل للقصيم مرة ثانية ورجع للقصيم. يوم رجع للقصيم تطوره وجاي عنده مزرعة من أبوه، جايها شارع وشاقها وجايه ورث عظيم، واغتنى أنت يا أداه. يقول أنا 3 سنوات أنا وخويي على شبة هضة وناكل جميع ونشرب جميع وسواليفنا مع بعض وصلاتنا مع بعض وطلعتنا للربيع مع بعض. اشتقت له وادق سلف واروح له شمال الخطة في حال مشتاق أشرب فنجان القهوة عنده. يقول يوم جيت لهاك البيت المرتب، يقول أجي عنده ويفرح فيني وينسني نازل عليه من السماء، ونعيد سواليفنا في هاك البيت وسواليفه. يقول والله إني هو بعيدا عن الخطة مثل ما تقول 7-8 كيلو شمال الخطة ومنطقة بدائية شوي. يقول أنا ما أدري شو جازي فيه. يقول تغديت عنده، يوم تغديت قلت أنا بروح الحايل وبرجع. يقول أروح الحايل وأدخل معارض السيارات واشتري له جيب جديد وديلها كسر. شوف الطيبة. إيه. يقول وأرجع له، يوم رجعت ولا معي السواق ووقف السيارة عند الباب، قلت العاصي أنا طالبك طلبة، تقول لي تم. قال تم من في شيء نقدر عليه؟ قال لا ما تستثني لي. قال ابن الحلال انت اخوي لو تامر على حياتي. قال والله انت تمم. قال تم. قال هذه هديه بسيطه مني لك.
أنا أبشر فتح الله علي ما شاء الله وجاني خير وأشبع واشتري في العقارات وهذا أقل شيء أقدم لك. قال يا ابن الحلال أنا بخير من... قلت أنا ما أعطيك هذه هذا شيء في خاطري ودي إني على قولته قايل أهديك. قعد معي يومين ورجع للقصيم داخل يقول أخذ فترة ويشتاق له ويرجع له ثاني مرة في الخطة شمال الخطة ويسلم عليه يقعد معه ويسولفون. قال انت ليش ما تجي في الخطة؟ الخطة مدينة وانت. قال والله انا ادورني بويت في الخطة لعل الله ييسرها لي. اي هذا ركب وراح للخطة ويلقى لها كالمزرعة اللي فيها بيت يا سلام ويشتريها ب 300 يا مال الغنات ترى مسمين بالاسامي والرجاجيل موثقين والقصة معروفة عند لا لا الحروب عند شمال. ما انت كاثر الطيب بين الرجاجيل ترى انت ناس تستغرب انك توقف عوية. يقول هذا مسكني في بيته 3 سنوات لا ادفع ايجار ويمكن سنه كامله هو اللي غذيني وجا في وقت يا ابو عبد العزيز توه متعين وحالته حاله ترى. اي والله يقول وانا اشتري المزرعه واسجلها باسمه داخل تغيم الحرب شو اسمه العاصي النماصي الشمري واخذ السكر واروح له. قلت يا العاصي قال قلت عليها كميله ولا الحق جزاك. قال وشي؟ قال هذا بويت شريناه لك في شو اسمه في الخطة وبيك تنقل فيه. يا ابن الحلال انت وش سويت فيني؟ قال انت اللي مسوي فيني والله ما ولا لحقنا شيء وبشرك اني بخير واللي يلحق يلحقني والله العظيم مو بنصف حلالي لو اعطيك حلالي وتحكم فيه اني ما الحق جزاك يوم اجيك هاك اليوم وتعطيني ال4 غرف وال3 غرف رايح تنظفها لي وجهك كله ملحاك تراب من الغرف اللي تقعد تنظفها والله ما الحق جزاك. قالوا هو يفرح الرجال وياخذ عفشه وياخذ عياله وينقله في هالمزرعه والى الان بينهم علاقه ما ادري عندهم حياه ولا ميتين. لكن مثل هالقصص يا اخوان تبين الوفاء تبين المحبه تبين الطيبه. انت تفعل معروف ما ترجي وش صار؟ يرجع لك اضعاف مضاعفه.